سيواجه منتخب المغرب نظيره الجزائري في الجولة الثانية من منافسات كأس الرئيس لكرة اليد بعد فشله في التأهل للدور الرئيسي لمونديال بولندا والسويد. وتلقى المغرب 3 هزائم وظهر بشكل جد متواضع أثار غضب الجمهور المغربي بعد التراجع كبير في أداء كرة اليد الوطنية. وسيواجه المنتخب الوطني المغربي في منافسات كأس الرئيس ضمن المجموعة الثانية التي تضم كل من تونس والجزائر ومقدونيا الشمالية. وسيواجه منتخب المغرب نظيره الجزائري لحساب الجولة الثانية يوم السبت 21 يناير 2023. وستنطلق صافرة بداية المباراة على الساعة 3:30 زوالا بتوقيت المغرب، والرابعة والنصف بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة. وستقام المباراة على أرضية ملعب أونلاين أرينا بمدينة بلوك ببولندا. وتعتبر قنوات بين سبورتش القطرية وقناة زد دي اف الألمانية هي الناقل الحصري لكرة اليد. وأعلنت القناة المغربية الرياضية تي ان تي أنها تحصلت على حقوق بث كل مباريات كأس الرئيس. نتمنى التوفيق للمنتخبين.